قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجراً لمقر أكاديمية الشرطة. رافقه خلالها السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قادة وزارة الداخلية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس حرص على متابعة برامج تدريب طلبت وطالبات كلية الشرطة مهارياً وبدنياً، مشاركاً الطلبة في الأنشطة الصباحية. وضع استعداد لتدريبات القوة البدنية. السلام عليكم. كل عام وانتم طيبين. ابدا كلامي بان انا اهني الدفعه اللي موجوده، واللي انا افتكر النهارده هيكون اخر يوم ليها في التدريب المركز بتاعها، واتمنى لهم كل التوفيق. وطبعا امر عظيم قوي ان في خلال 3 شهور يحصل تغيير كبير قوي في حياه يعني الطلبه الجدد، وده امر مثالي احنا محتاجين ان احنا نبص عليه كويس. شوفوا قد ايه بالتركيز وبالانضباط وبالالتزام نقدر نحقق تقدم في مدة زمنية مش كبيرة. 3 شهور مش كتير قوي على التغيير الكبير اللي بيتم في حياة الطلبة والطالبات اللي بيتقدموا للكلية وبيبقوا موجودين معانا. انا بهنيهم وبشكرهم وبشكركم انتم كمان اللي هم الطلبة الأقدم على الجهد اللي انتم عملتوه معاهم خلال الفترة ديت، وعلى الجهد اللي انتم بتعملوه أثناء وجودكم في الكلية وبعد كده. وإحنا دايماً لما بنيجي نتكلم في المناسبات اللي زي كده بنأكد على معاني كبيرة قوي قوي، معاني التضحية ومعاني الالتزام ومعاني الواجب، الواجب الكبير قوي تجاه بلدنا وشعبنا وحماية أمنها القومي وسلامتها، سلامة الدولة من كل شر أو كل مكر بيحاط بها. يعني بنقدم تضحيات مفيش كلام، لأن مفيش أبدا مهمة إلا ما تبقى المهمة دي محاطة بالمخاطر، لكن الوطن يستحق منا كل ده. وبالمناسبة ما هو ده الكلام اللي احنا دايما بنكرره وبنقوله، بنقول ان هو اللي بيقوم بالدور ده مين؟ ما هي أسر مصرية بتقدم أبنائها وبناتها، وهي عارفة كويس ان التقديم ده قد يترتب عنه تضحية كبيرة قوي، لكن من أجل الوطن ومن أجل الدولة ومن أجل الاستقرار الناس بتقدم ده. كل المصريين، أنا بتكلم مش بتكلم على حد بعينه، كل الأبناء اللي موجودين هنا، الطلبة اللي موجودين هنا، الطالبات اللي موجودين هنا هم عبارة عن أبناء أسر مصرية عادية خالص. ونستمر في تدريبنا وفي تعلمنا أثناء وجودنا هنا، ودي الفترة اللي احنا بنجهز فيها نفسنا عشان بعد كده لما نخرج للحياة العامة في التعامل مع المواطنين ومع تحديات الأمن نتعامل معها بكفاءة بالمتطلبات اللازمة لها. مش هوصيكم أبدا على أن أنتم دايما تبقوا في أعلى درجات الكفاءة وأعلى درجات الجدية وأعلى درجات الفهم وأعلى درجات التعلم والتعليم. مفيش حاجة أبدا بتتحقق إلا بأن احنا نبقى نأخذ بنصية التعليم والتدريب ونستمر على ذلك، بمعنى ان مش معقول ابدا ان احنا نبقى حالتنا وكفاءتنا جوه الكلية كويسة قوي، الا كمان مهم قوي ان احنا نستمر على ده ان شاء الله بعد التخرج. يعني مش عايز اكرر الكلام اللي انا قلته امبارح واطمن الناس على من خلالكم يعني على ان احنا ما عندناش ان شاء الله اي مشكلة في حاجة. طبعا في ازمة كبيرة زي ما قلت وكلنا عارفين بتمر بالعالم كله وليها تأثيرات كبيرة جدا علينا كلنا، مش على مصر بس، على العالم كله.
في حاجات كتير قوي، في الطاقه، في سلاسل الامداد، في يعني حاله استقرار للاسواق، الاسعار، كل ده ليه تاثيرات كبيره. لكن احنا الحمد لله رب العالمين، يعني عايز اقول بنحاول ان يكون تاثيراتها في الحد الادنى ما امكن، ونتمنى ان الازمه دي تنتهي بسرعه، عشان حتى يعني احنا خرجنا من ازمه كورونا ودخلنا في الازمه ديت، وده اكتر من سنتين وشويه، يعني احنا دخلنا على السنه الثالثه، وده عبء كبير جدا جدا على اي اقتصاد في العالم، مش على الاقتصادات الناشئه بس. فلكن الرساله المهمه في الموضوع ان الامور الحمد لله رب العالمين ما عندناش اي مشكله، يعني فيما يخص السلع الاساسيه وحاجات الناس بشكل مستقر وامن لشهور طويله قادمه ان شاء الله، وان شاء الله تكون الازمه ديت انتهت وما تطولش اكتر من كده. ودايما اقول لينا في المناسبات اللي زي كده، ارجو ان احنا تعاملنا مع بعضنا البعض يتسم بالجديه والاحترام المتبادل والالتزام. واسمحوا لي اقول لكم ان عمر ما كان الانضباط ابدا هو شكل من اشكال القهر، لا، هو شكل من اشكال الاحترام والقناعه باهميه الالتزام والانضباط لتحقيق المهام والاهداف اللي احنا بنعمل من اجلها. مش عايز اطيل عليكم عشان عارف ان في يوم طويل النهارده وفي انشطه كتير هتتعمل، لكن خلوني ان انا اقول لكم مره ثانيه بمناسبه شهر رمضان ليكم ولكل المصريين، كل عام وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. حيث تابع السيد الرئيس تدريبات الطلبة والطالبات ومراحل الإعداد البدني. تقول لي حاجه؟ هيكون حاجه خاصه بالمنصوره يا فندم بلدي. منصوره؟ المنصوره يا فندم فيها الكثافه السكانيه عاليه والاحجام المروريه زايده جدا يا فندم، وقت خروج الموظفين بتكون الوضع لا يطاق في المنصوره، مفيش اي يا فندم يعني شوارع جانبيه او اي تحويلات مروريه يا فندم، فالوضع بيكون مزدحم جدا. طب انا هقول لك على حاجه. اتفضل يا فندم. وكلامي مش تبرير. كلامي ايه؟ مش تبرير. احنا عملنا افتكر طريق المنصوره الجديد، عمل الضفه الشرقيه اللي على الترع هناك، اللي هو من المنصوره لغايه ال 50 كيلو الاولانيين دول، صح كده؟ وشغالين في ال 50 كيلو التانيين، صح كده؟ كويس. احنا عاملين حسابنا ان احنا مع مبادره الحياه كريمه ندخل على جوه المحافظات وجوه القرى وجوه المراكز، واحنا بنرفع الكفاءه، بنعمل تبطين الترعة وبعدين نحط الصرف الصحي وبعدين نشوف الكهرباء والغاز وبعدين ايه نعمل سفلتة للطرق الداخلية. ولكن عايز اقول لك ايه، وده مش مبرر، يعني ان حجم النمو اللي حصل لإسراء خلال الخمسين سنة اللي فاتوا اكبر من طاقة وكتلة المساحة الارض المتاحة. احنا المصريين عايشين على مساحة أرض ضئيلة جدا بالنسبة لعدد سكاننا. أنت بتتكلمي من أسوان لإسكندرية، عبارة عن كتلة عرضها ما يزيدش عن 10-15 كيلو بطول الألف كيلو، ما يزيدش عن كده. وبالتالي أنتم حاسين إن الأرض مش سايعاكم. الأرض مش سايعاكم لأن إحنا كنا المفروض يعني نتمدد وننمو ونعيش على كامل الإيه؟ المليون
كيلو اللي احنا فيه اللي ايه؟ مليون كيلو. احنا مش عايشين على مليون كيلو، احنا يمكن عايشين على 65,000 كيلومتر مربع بس. فانت بتشوفي الحكايه ازاي؟ بتشوفيها ان انت مش عارفه تعيشي، مش عارفه تمشي. لكن انت مش عارفه تمشي عشان هنا مش بدافع عن الدوله ولا حاجه، انا بدافع عن الحاله، عن الفهم، عن ايه؟ الفهم. الفهم اللي هو احنا محتاجين. طب اجي اقول لك انت لي انا جت على اسراء، انا عايز اقعد مع اهلي. اكلم حد تاني يقول لي لا احنا عايزين كلنا نبقى موجودين. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه، انتوا قاعدين على الاراضي الزراعيه تبنوا عليها لدرجه ان مبقاش في مكان للزراعه بالطريقه ديت. طب وبعدين انتوا لازم نخرج بره في المدن الجديده اللي احنا بنعملها. بنعملها عشان ايه؟ عشان نخرج كتله سكانيه كبيره من المكان اللي موجود فيه في المنصوره والشرقيه. ما انت هتجد في الفيوم، في المنوفيه على سبيل المثال، الارض غاليه جدا والمساكن غاليه جدا. ليه؟ لان حجم الطلب اكبر من المعروض، لان مفيش ارض، مفيش ايه، ونضطر ان احنا نعمل على الاراضي الزراعيه. ليه؟ لان انا عايز الناس تعرف. لما سالت السؤال ده، الكلام ده ما ينطبقش بس على المنصوره بالمناسبه يا اسراء، الكلام ده ينطبق على محافظات كتير. طب ما القاهره هنا، القاهره كانت مصممه على انها تشيل 4 مليون. كام؟ 4 مليون. واللي عايش عليها كام؟ ملايين من الناس. القضيه اللي موجوده عندنا اللي ان احنا لازم نفهمها كلنا، ان احنا لازم نتغير. لكن لو احنا كلنا مصممين ان احنا نعيش في المنصوره او في المنوفيه او في الشرقيه مع اهالينا، طب ما هتبقى الدنيا كده. بتشتكي من الباع لايه؟ طيب انا هسالك سؤال، وبالمناسبه انا مش مع ان يبقى في باع عجالين في الشارع كده، لا لا مش مع ده. لكن هسالك سؤال، تفتكر كم عدد الباع الجائلين الموجودين في مصر؟ مليون يا فندم. اكتر. دول عباره عن ايه؟ بطاله. برافو عليك. مفيش فقر، يعني موافق. فرص عمل مش متاحه، فالناس يعني بيجيب عربيه يقف فيها يعمل له 70 80 جنيه كل يوم وخلاص. طب ما هيعمل ايه؟ ما هو ايه؟ هيعمل ايه الانسان ده؟ ده مش بس في المنصور، في كل حته في مصر. واكتر من مليون، ممكن يبقوا 2 مليون كمان. ال 2 مليون دول المفروض كان ليهم اشغال ويشتغلوا. طب ما اشتغلوش ليه يا اسراء؟ مفيش فرص عمل. مفيش فرص عمل، طب ليه ما عندهمش فرص عمل يا اسراء؟ عشان الكثافة السكانية عالية فهمت. عشان عدد السكان ده كتير. عدد ايه؟ السكان كتير. السكان كتير. وعشان كده دايما هنا بنقول ان احنا فرصتنا في المنشآت التعليمية اللي هي الداخلية دي فرصة ان انتم تتعلموا كويس قوي وتعيد صياغة افكاركم عشان الكلام ده ينتشر بينكم اولا، ثم بعد كده لما تخرجوا مع اسركم والمحيطين بيكم يتأثروا بيكم، يلاقوا فيه نموذج مختلف. مختلف مش الاختلاف عشان نبقى مختلفين، مختلف جيد، مختلف منظم، مختلف مترتب، مختلف منضبط، مختلف بيفكر واعي. انا عشان احل مساله في الباقه الجائلين في القاهره هنا، عايز اعمل محلات كتير 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 وباسعار معقوله عشان الناس تقف فيها. ما عندي خيار من اتنين، يا تاخديهم وتمشيهم بعيد، الناس دي تاكل ازاي؟ تاكل ازاي؟ بس انا عايز اقول لك، انا كمان في النهايه لو انت النهارده قلت ان 2 مليون دول ما لهمش مكان ويلا امشي من هنا، وبعدين محدش يعمل كده، محدش يحل المساله بان هو ايه؟ يقول لك الامن يتصرف. احنا نتصرف. انا كمحافظ اتصرف، اشوف اماكن فاضيه جوه المحافظه واجهزها محلات بسعر مناسب. بسعر ايه؟ مناسب. واجيب الناس دي تقف فيها وارقيها واطورها. دول اهلنا. دول ايه؟ اهلنا. هديكي مثال، وانا وزير للدفاع كنا بنطور طريق مصر اسكندريه الصحراوي. كان ايه؟ بنطوره. فجم المسؤولين عن الطريق بياخدوا مني تصديق ان هم يخلوا الباعة الجائلين. اعمل لي محلات. قلت له ايوه اعمل محلات، وخد الناس اللي باعوا الجايين دول حطهم في المحلات. مش كده اللي حصل؟ لو انت رحت على الباعوا الجايين دلوقتي اللي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي ده اللي على اليمين والشمال دول، هتلاقيهم ان هم كانوا موجودين في الاول واقفين اي حاجه كده. لازم نرقي نفسنا ونغير حياه الناس بفكر. لكن الاول ما نجيش نقول ايه؟ طب اوديهم فين؟
طب الناس دي تروح بيوتها ازاي يا بنتي؟ الناس دي تروح بيوتها ازاي؟ احنا عايزين نحل المساله كده، نغسل ايدينا بسرعه. لا لا لا، انتوا لازم تبذلوا جهد وتشقوا، مش حضرتك. تمام. احنا كمحافظ، احنا كمحليات، احنا كمسؤولين موجودين جوه المحافظه ندور على اماكن نحط. انا حطيت عملت تحت الكباري محلات، ليه؟ بزود حجم المعروض، بزود ايه؟ حجم المعروض، وبدل ما الكوبري يبقى شكله من تحت منه مش لطيف، بقى في تحت محل لطيف، والناس قاعد حد فيه يبيع ويشتري ياكل عيش ويبقى المنظر مختلف، فكره. لكن احنا النهارده انا بتكلم بس على حته الطرق، وبنتكلم على حته الباعة الجايلين، وبنتكلم على الزحمه اللي حضرتك بتتكلمي عليها. ما تبصوش للموضوع اللي انتوا شايفينه ده على ان ده قصور من الدوله، لا لا، دي حاله مصريه، دي ايه؟ حاله بلدنا، ازاي نحلها؟ مش انا لوحدي ولا الداخليه لوحدها ولا المحافظ لوحده، كلنا قلبنا على قلب بعض. الغلبان ده في رقبتي ورقبتك يا اسراء. الغلبان اللي بنتكلم عليه ده ايه؟ امال ايه؟ ولو احنا ما كناش كده احنا ربنا حاسبنا يا بنتي. ربنا ايه؟ امال ايه؟ ازاي النهارده اقول عندي 2 مليون بائع جايل؟ يعني 2 مليون اسره يا بنتي. طب حد مش موافقني من الشابات اللي موجوده؟ اتفضلي. حضرتك بتعامل الانسان كبني ادم، عشان كده الناس كلها بتحب حضرتك. يعني حضرتك دلوقتي ما اتعاملتش بالقوه ان انا هشيل الناس دي مش من هنا، لا، حضرتك فكرت فيه الاول كبني ادم قبل ما نفكر في الحل، وده في حد ذاته حاجه يعني تدل ان احنا تحت قياده عظيمه بجد. احنا مع بعض يا فندم هنقدر نتطور من الموضوع، وان احنا نقدر مع بعض كشباب وكاسر وككل ان احنا نحسن من صوره البلد، وفي الوقت نفسه نحافظ على البني ادم اللي موجود ده يا فندم. البني ادم ده مش لوحده اللي احنا بنتكلم عليه ده، وبالمناسبه في ناس كتير قوي. الامور دي كلها محتاجه مننا كلنا وعي ورفق. وايه رفق بالناس؟ ده اللي شغاله عليه كليه الشرطه هنا يا فندم. هي شغاله علينا كفكر الاول، وبالتالي كبدنيا، بحيث ان احنا نطلع. هي بتخرج اجيال تعرف تتعامل مع الوضع ده ازاي، وتعرف ان هي تفكر بفكر حديث، بفكر سيادتك ده يا فندم. بفكرنا كلنا. ايه تاني؟ طالبه ضابطه اميره السيد يا فندم، بكالوريوس علاج طبيعي امتياز مع مرتبه الشرف يا فندم. ما شاء الله. انا حابه اشكر حضرتك على تشريفك لنا يا فندم في كليه الشرطه. ثانيا يا فندم، انا حابه اشكر انضمامنا لكليه الشرطه يا فندم من خلال الوزاره، ان هي اختارت افضل العناصر النسائيه. ثانيا يا فندم، حابه اشكر كليه الشرطه على الانضباط اللي هي وصلتنا فيه في اليوم 87 يا فندم. وصلتنا لحاله انضباطيه يا فندم لما نخرج لاهلنا هنتشرف بيها يا فندم. طبعا. وصلتنا لحاله علميه، خدنا قانون يا فندم. احنا كنا بناخد مواد علميه، خدنا مواد قانونيه. شاكرين. اتفضلي. طالبه الضابطه ندى احمد محمد ابو المجد، كليه التربيه الرياضيه جامعه العريش. بشكر حضرتك يا فندم على التنميه في سينا والقضاء على الارهاب في العريش. طب الامور اتحسنت كتير؟ فندم من 2018 بعد العمليه الشامله، وفي تغيرات وتحسنات، وبقينا في امان الحمد لله. ان شاء الله تتحسن اكتر من كده. حاجه تاني؟ شاكرين.
السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين وحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بيكم، اسمحوا لنا رحب بيكم جميعا. أظن شايفين كل زيارة تشوفوا التغيير اللي بيحصل لأولادكم وبناتكم. يعني انتوا متوقعين ان هم ينزلوا اجازة امتى؟ كمان شهر ولا شهرين؟ كمان شهر؟ النهاردة؟ فان شاء الله تاخدوهم اجازة سعيدة ويقضوا معاكم. خليني بقى يعني ابدأ كلام ان انا اوجه لكم الشكر. بشكركم جميعا والله، كل الاسر، ان انتم يعني تفضلتم علينا وان انتم قدمتم لاولادكم وبناتكم ان يبقوا موجودين معانا هنا في صرح عظيم جدا من صروح الحمايه لبلدنا. صرح عظيم هنا اكاديميه الشرطه ووزاره الداخليه بتقوم بدور كبير قوي، وانتم عارفين ده كويس، ويمكن ده بان قوي خلال الكام سنه اللي فاتوا، وشفنا قد ايه احنا محتاجين ان احنا ولاد مصر وبنات مصر يبقوا موجودين يساهموا في حماية مصر من أي شر يعني. فأنا بشكركم جميعا يعني، ومش هنسى أبدا في المناسبة دي إن أنا أوجه تحية وتقدير واحترام وإعزاز لكل أسرة شهيد أو مصاب من أسر مصر. مش هننسى أبدا يعني. وانا بقول لكم كده عشان احنا كلنا المفروض ما ننساش. انا والله مش هنسى، وما افتكرش ان في حد ممكن ينسى العطاء الكبير قوي اللي قدمته الاسر ديت لبلدنا مصر. مره تانية كل سنه وانتم طيبين، واهلا وسهلا بيكم، ورمضان كريم، والف مبروك لاولادكم وبناتكم ان هم انجزوا الفترة اللي هي الأولية ديت، ودايما دايما بخير وسلام. فمتشكر جدا جدا، وأجازة سعيدة عليهم. للطلبة والمرشحين خلي بالكم، خلي بالكم منهم إن شاء الله برضو، وانتوا في الأجازة الولاد أو الشباب والشابات الطلبة خلي بالكم من نفسكم، وإن شاء الله ترجعوا بسلام لكل. وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين جميعا، كل سنة وانتوا طيبين جميعا. شكرين شكرين، شكرا جزيلا، شكرا. حضرتك بخير؟ انا سعيده، انا يعني كل سعادتي اني شفت حضرتك. ربنا يخليك لمصر ويخلي جيش مصر وشرطه مصر. اللهم امين يا رب. واحنا بنحبك يا ريس، بنحبك واحنا في ظهرك. ومصر هتفضل دايما بدعاء ربنا طبعا فوق الكل طبعا. وربنا يعينك، ربنا يعينك، ربنا يعينك يا حبيبي. انا بحبك وبحب بلدي، عشان كده خليت ولادي كلهم شرطه وجيش. ما شاء الله. انا سعيده بحضرتك انك رئيسي، مش بس كده، سعيده بحضرتك انك رئيسي قدام العالم كله. ربنا يكبر خاطرك. لا لا، انا مهما اتكلم مش هاوفي ولا اقدر اقول حبي ليك ايه. لان انا بحب مصر وبتراب مصر طبعًا. وعارف ان حضرتك بتحبها، يعني الشاغل اساسي عند حضرتك. فربنا يعينك علينا واحنا في ظهر حضرتك. وانا النهارده عيد بالنسبه لي. انا عيد بالنسبه لي شفت حضرتك وولادك اسود، ربنا يخليهم لك. طالب ماجد. طالب ماجد سعد محمد زبر. ازيك يا ماجد؟ الحمد لله يا فندم. مبسوط جدا يا فندم. هتقعدوا شويه بقى ولا ايه؟ انت عمرك تقعد يا فندم. أجازة سعيدة. النهاردة أحسن يوم لينا يا رب. ربنا يخليك. السلام عليكم. مش جمايل. مش جمايل. كل مصر مفيش جمايل. كريمة. محدش يميل على شوف التاريخ يشكر. لا لا، مفيش حد يميل على مصر. محدش يميل على مصر. ربنا يبارك فيك يا اللي ليه جميل على مصر ربنا، لكن احنا ما عملناش حاجه. احنا ما كنتش متوقع ان انت تيجي هنا، انما بقدره ربنا هو اللي جاب. ما شاء الله. بالعدل. عرفت ان في عدل لسه. الحمد لله. ولا اعرف فلان ولا اعرف عز الدين. هو اي حاجه هو راجل. الحمد لله. لا وضعه وربنا. طبعا ربنا فوق من الكل.
ربنا يخليكم. شكرا. شكرا. مصر بلدي بفتخر بتربها أرضي، وإن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي، وهيجي اليوم وهتعرفوا قيمة البلد دي، بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحدي. أنا مصر بلدي ومش بقارن حبي ليها بحب حد، عنها كتبت في حبها وكل كلمة أنا قلتها من قلبي ليها كانت بجد. أرضي وبلدي من ده اللي عايش على أرضها وشايف دفاها وشعبها ومحبهاش، ما كفهاش كل الكلام تعظيم سلام لولادها وجنودها اللي حامين شعبها، تعظيم سلام يملى الوجود لولادها في الجيش على الحدود حامينها واحنا في حضنها، تعظيم سلام لكل جند على الميدان كتب التاريخ قصة كفاحه، في البرد متدفى بحيطانه وهو متدفى بسلاحه، وتحية للشهداء اللي راحوا ذكراهم ذكرى ما تتنسيش، ضحوا بحياتهم عشان كل البلد تعرف تعيش، وتحية يملاها الشرف لكل أبطال شعبها وجيش العظيم، بصوتي وبصوت البلد دي بنقول لكم كل عام وانتم جميعا طيبين، عمر الكلام ما يوفي أبدا حقهم، واقفين عصب ظهر وسند يحفظ كل درح في قلوبكم دايما حبها، متطمنين عشان انتم دايما موجودين، يحفظكم خير الحافظين، ما يغيبش ولا صوت منكم، ما يموتش جذع انفار عمال ولا يوم يهز الريح جبال، شفتوا المحال فعلا رجال دايما يا ابطال قدها، بيكم بتباها البلد بيكم بتباها البلد فعلا ولد، ياللي انت رافع اسمها ياللي انت ماسك بالعلم كتب القلم، كل التحية والاحترام تعظيم سلام للي أسهل اللي قال إن الأمم تحيا برجالها وشعبها، تعظيم سلام لابن الوطن.